هل التوتر يلعب دور أيضا أن بعد هذه السنة ما صار حمل أو في الفترة اللي هي قاعدة تحاول تحمل فيها وما يكون في أسباب صحية تمنع هذا الحمل، هل يلعب دور؟ لا، ما عنا نحن إثبات أن التوتر ممكن يسبب أن هي ما تحمل، فبالتالي لا، بس مفروض أن هي إذا هي متى هم قلقين، بس أهم شيء يطالعون أنه هل في عنده هو عنده مشكلة ولا هي عنده مشكلة، لأن أسباب العقم يكون 40% من 40% من الحرمة، 40% من الرجال، 20% يكون عامل مشترك بينهم. من زين، فإذا هم شيكوا شافوا ما في سبب في هالحالة، خلاص تترك نفسها وما في داعي بعد أنه لازم يكون يوم التبويض يصير في الجماعة، لا، يتركون نفسهم. هذا طبيعي أنه تأخذ سنة لغاية ما تحمل. ليش تأخذ سنة لغاية ما تحمل لو هي أقل من 35 سنة؟ لأن المرأة مو كل بويضاتها تكون طبيعية، مو كل شهر تطلع بويضة هالبويضة تكون طبيعية، فبالتالي يصير حمل. نعم، يعني حتى لو كان عندها الإباضة سليمة قد تكون البويضات تعاني من بالضبط، لأن عندنا نحن كأوادم عندنا نسبة عالية من البويضات تكون كروموسوماتها غير طبيعية، فعشان شي ناخذ سنة لغاية ما يصير عندنا حمل. عشان شي يكون حمل واحد ونادر مثلا، أو قليل ما يكون اثنين انزل أو ثلاثة.